بحث وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني مع مجموعة من المطورين العقاريين مشاركتهم في فعاليات المنتدى الحضاري العالمي في دورته 12 WF12 المقرر عقده في نوفمبر المقبل. وأكد الشربيني أن المنتدى يمثل فرصة كبيرة لعرض التجربة المصرية الرائدة في تحقيق النهضة العمرانية الشاملة في مختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء من خلال عرض مشروعات الدولة أو مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أو مشروعات المطورين العقاريين، كما أنه مناسبة جيدة لتصدير العقار المصري للخارج.